بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كي صبحتوا البنات، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. بون هنا بديت معكم ماشي كيما مال في وصفات، بديت راني باغي نبدا معكم ان شاء الله روتين. بون هنا بديت بشومبرة بناتي بعد ما خملت لهم بلايصهم، هنا حطيت لها البيجاما تاعها كيما راكم تشوفوا، والالعاب انا ما ننظمهم لهمش، هي تنظمهم وحدها، بنتي الكبيره تنظمهم وحدها. هنا حليت لهم الطاقه باش تتهوى شويه لا شومبر. دونك كيما راكم تشوفوا هاي شومبرتهم كيفاش ولات. هذا ماشي تنظيف عميق، هذا غير تنظيف يومي. كيما راكم تشوفوا هنا هاد الشومبره بيضاء، راكم تشوفوا لي طراس، هذه بعد من ان شاء الله راني رايحه للعطله لدارنا، بعد ما نجي ندير لهم تنظيف عميق لكتب ربي ان شاء الله. نوجدوا سيدنا رمضان. هذه هي لا شومبر، وهنايا الكوزينه صبحت لي كيما هكا، كيما راكم تشوفوا صبحت لي كيما هكا. بغيت نبدلها شويه في الديكور كيما نقولوا، كوزينتي البسيطه المتواضعه نبدلها في الديكور وراكم معايا البنات. هنا بعد ما جبت البيدو جفافه حاشاكم نفوت مسحه خفيفه، المواعين راني غاسلتهم. كاين اللي يقول لي انت ما تقهويتي، ما انا من الحشه تاع البارح ما زدتش كليت حتى انا صباح ما نتقهواش البنات. راني عارفه بلي هادي زعما طبيعه ماشي مليحه، بصح على الغالب ما يجينيش الحشا الفطور في الصباح، عفوا الفطور في الصباح ما يجينيش، وبناتي نعطيهم غير دي كاندي شوكولا، هذاك الواجد نشريه لهم ونعطيه لهم. بون هنايا فوت مسحه خفيفه في الكوزينه تاعي، راكم تشوفوا لي طراس كي يقعدوا لي هنايا، راني مسيقتها البارح في الليل، نفوت غير مسحه خفيفه ونعاود نولي لكم. فوالا الكوزينه تاعي بنات كي ولت بعد ما سيغتها كيما راكم تشوفوا، كنت دايره هنا الطابله درتها في الوسط، والبوطاجي تاعي خاوي ما نبغيش عامر بزاف خاوي. عطوني اقتراحات البنات هنا وين ندير باغ اكزومبل نبدل الفوغ مع الميكرووند، عطوني اقتراحات نديرها. ها هي الكوزينه تاعي بعد تنظيم اليومي هذا البنات. انا نكمل الكولوار منا ولا شامب ونعاود نولي لكم البنات. بعد ما نقيت التاج تاعي ومسحت كاع الحيطان وسيقت هنا هذا الركن منا، نحط فيه الطابل دو نوي ونعاود نولي لكم. شوفوا البنات بعد ما نقيت من هاد الكوتي منا، فوالا حليت الطاقه، دوك نقلع الطاقه باش نغسل لها البيبان تاعها ونخمل منها شويه. وهنا نمسح الزداج، كل اللي عندها بروبليم كيما انا شاك دو جور نمسح الزداج ونعاود نلقاه كيما هكا. بناتي ربي يخليهم لي. بون نكمل البنات لا شامب ونعاود نولي لكم. هنايا حليت قلعت كاع التواغي تاوعي، نقيت هنايا كيما راكم تشوفوا، نقيت حتى هذا هنا في الوسط كان فيه تراب. شوفوا التواغي كي راهم مشيرات، شوفوا شوفوا التواغي، وانا نخرجهم للحوش نغسلهم ونعاود نولي لكم. هنايا غسلتهم راكم تشوفوا راهم يبريو، غسلتهم ونقيتهم نبلاصيهم ونعاود نرجع لكم. بعد ما كملت هالشكل النهائي تاع غرفة النوم تاعي، كل شيء شعل شايل. أنا نبلع التاخة تاعي،
صح حشاكم البنات، هنايا رانا في الحشيه بعد ما وليت للدار وكشتوني، نقيت لا شومب تاعي وخملت دياري وكاع، درت لهم هذا الطاجين هنا تاع الجلبان كيما هكا ورفقته بهاد السلطه. شيرات لعجبكم الفيديو.